أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من بيت للكل. حلقتنا لليوم مميزة بمواضيعها وضيوفها، ومكملين معاكم عن الأعمال التي عرضت على مائدة الدراما الرمضانية واللي حققت نجاح وحققت أيضا يعني صدى واسع في الوطن العربي. وبدي أرحب فيكم شافكي وياسمين. أهلا وسهلا. أهلا بيك وأهلا يا إبراهيم. أهلا يا ياسمين. أهلا يا شافكي وأهلا يا إبراهيم. وأكيد يعني استكمالا لكلامك، العديد من النجاحات والأدوار المميزة شهدناها في رمضان 2022 واللي تركت بصمة ويعني بدأت في طريقها بشكل جميل، وأدوار تؤرخ خاصة في الوجوه الشابة والجديدة اللي شاركت في مسلسل الاختيار، وكانت يعني أكثر من رائعة صراحة. أكيد. عارفة ياسمين وعارف يا إبراهيم، الحقيقة يمكن رغم انتهاء يعني الدراما وشفناها في رمضان، ولكن مازال تأثيرها موجود على الشارع المصري. يعني في الاختيار طبعا شفنا القرار، يعني قرار الشعب المصري بأنه هو نفسه يطرد الحكم اللي لا يليق بمصر أبدا. والحقيقة كان عمل ممتع بكل أبطاله وكل القصص اللي تقدمت والتوثيق الحقيقي اللي كان موجود. كمان كان في مسلسل العائدون، ملف داعش وإزاي قدرت الدولة المصرية وجهاز المخابرات المصري يستوعب ويتعامل مع هذا الملف ويحارب هذا الملف ويحارب الدواعش حتى وهم بعيدين عن حدود الوطن. بطلع الروح بالضبط. فيعني الحقيقة كان ملف مهم جدا، وكان فيه أعمال مهمة جدا وطنية وتاريخية اتقدمت الحقيقة، ومازال تأثيرها موجود ومازالت هي حديث الناس طول الوقت. صحيح. أكيد. ويمكن من الأعمال هاي دائما التاريخية واللي بتوثق حقائق عاشتها الناس ومش بعيدة، يعني كانت قريبة نوعا ما، بيكون تأثيرها كبير وحتى الجدل حولها كبير. ويمكن بالأردن إحنا كان في إنتاج ومسلسل المشراف اللي كان من إنتاج التلفزيون الأردني، واللي تحدث عن معركة الكرامة وكيف وقف الجيش العربي بوجه الاحتلال الصهيوني. وهذا المسلسل أيضا ما زال يعني هناك العديد من الأخبار عنه والصحف تناولته بشتى المواقع. جميل. الأخبارية. يعني بجوز إحنا شوي كان عندنا شح في تقديم مشاهد حقيقية، يعني ممكن. وأحيانا أيضا وجود المحتل وتقييده لكل كلمة وكل عمل وحتى لفكرة الإنتاج من داخل فلسطين، لأنك عم تنقلي الصورة الحقيقية، فيعني أثرت بوجود أعمال درامية فلسطينية ممكن تكون مشاركة في سباق رمضان. عايزين نقول يا إبراهيم لكن فلسطين وجدت، وانت بتصوري صحيح يعني حلقات بيت للكل في رمضان في القدس من القدس. صح. يعني ما كانتش سهلة عليك في القدس. احنا تم توقيفنا ومساءلتنا ويعني ايضا منعنا من التصوير في كتير اماكن، احنا ما قدرنا نوصل مثلا لمكان قبة الصخرة وللمسجد الاقصى وانه نصور الحالة الموجودة هناك. فيعني استكفينا بوجودنا في البلدة القديمة في القدس، لكن كمان هاي الحالة ما منعت انه احنا موجودين في الدراما العربية. طبعاً. وهذا الانتماء اللي يعني احنا شفناه بكل مسلسل سواء اردني او حتى المشاركات العراقية وكمان من مصر، لانه فلسطين كانت حاضرة. طبعاً. هذا الانتماء وهذا بيت فلسطين للكل حاضرة حقيقي. كل المشهد. عايزة كمان أقول لكم إنه أي عمل مصري لما بيقدم على طول في البعد العربي. طبعا. موجود، لأنه الدراما المصرية دايما بتاعنا. يعني مثلا في العائدون كان في ممثلين عرب الحقيقة صرفونا من سوريا من لبنان، والحقيقة كان عمل رائع بهذه المشاركات العربية. كان في الاختيار منذ رايحنا من نعم. الأردن. صحيح. فأعتقد المشاركات العربية في أي عمل درامي في النهاية هو عمل عربي. نعم. خلينا نروح العراق لأنه أحمد وحشنا، وطبعا إن شاء الله ينضم إلينا في الحلقات المقبلة، يبقى موجود معنا في الاستوديو. ولكن اسمحوا لينا نروح إلى العراق، الزميل أحمد اللي هيكون معاه حوار مع ناقد عراقي ويتكلموا عن الدراما العراقية. مساء الخير يا أحمد. بالتأكيد يا شافكي، كل عام وانت بخير وجميع زملائي، أنا مشتاق لكم، أنتم متواجدين داخل الاستوديو. أكيد راح ننقل رأي الدراما ورأي الناقد العراقي حول الدراما المصرية وأيضا العراقية، وخاصة في مسلسل الاختيار. ويانا اليوم في هذا الرأي الناقد والروائي العراقي الأستاذ صالح الجمل. مساء الخير. مساء الخير. كل عام وانت بخير الجميع إن شاء الله، كل الأمة العربية. نورنا. كل عام وانت بخير. الله يبارك فيك، كنت بخير إن شاء الله. شنو رؤيتك للمشهد حول الدراما العراقية بصورة عامة بالبداية؟ يعني هاي السنة حقيقة يعني كانت نقلة نوعية مفرحة، هي أكيد يعني قدمت الدراما العراقية مسلسلات
جميلة وهادفة، لم تضحك على المشاهد بل قدمت للمشاهد أفكار، كما ترى الرواية العراقية أيضاً، يعني الروائي والكاتب المسرحي وكل فنان عليه أن يعني يتفاعل مع الجمهور، مع المشكلة الحقيقية، مع الواقع الحقيقي. فكانت الدراما العراقية حدوتة بنات صالح كانت واقعية بالنسبة للشارع العراقي. إيه نعم، أثرت أبكت الناس، يعني هي كان المفروض شوية يقلل من البكاء. يعني أسأل اليوم عن أيضا عربيا، شنو اللي تابعته من خلال المسلسلات العربية التي عرضت من خلال الشاشات العربية؟ والله أكثر مسلسل تابعته هو الاختيار. الاختيار، نعم. شنو رأيك في كنافة؟ حقيقة عمل كبير وكبير جدا وخطير جدا. هذه وثيقة فنية لما حدث بالجزء الأول والثاني، وهذا التسلسل الرائع جدا في رصد الأحداث. نعم، ومشاركة الناس، يعني كانت هنالك بعض اللقطات وكأنه الناس كلها تمثل. يعني أسأل، هل يمكننا إنجاز عمل اختيار عربي مشترك، بما أنه الهم العربي واحد والقضية العربية واحدة؟ لدينا قضية فلسطين هي قضية العرب الأكبر، وأيضا لدينا المشتركات، مشتركات مياه، مشتركات أرض وحدود، وأيضا تاريخ موجودة بيناتنا. هذا عمل يعني يفترض أن تبذل كل هاي الدول اللي ذكرتها حضرتك، الرائدة مصر والأردن وفلسطين والعراق، لا بأس أن يقدمون شيء، يعني يقدمون للجيل القادم إن شاء الله. يعني لازم نوثق، لازم نوثق ما مر بالبلد من مآسي ومن إنجاز أيضا، حتى ما نبخس يعني حق الآخرين. نقدم شخصيات قدمت للوطن شيء، كثير من القصص وكثير من الروايات. تخطر ببالك كتابة هذا النص بيكون نص مشترك بين بلداننا الأربعة، ويكون الاختيار بين بلداننا العربية؟ والله أكون يعني سعيد ولي الشرف أن أشارك إذا أكو هيجي فرصة، لا بأس أن أتكلم، أن نكتب عنها يعني، أو نكتب ما يخص العراق، والمصري يكتب ما يخص مصر، وكذلك الأردني والفلسطيني، حتى تكون كلها في فوتقة واحدة وإنتاج كبير. أتمنى هذا، نتمنى. إذا نحن من خلال هذا الطرح إن شاء الله، هذا البرنامج العربي، سلط الأضواء على رأيك كناقد، وأيضا يكون هذا الطرح لدى المقبولية لدى الشارع العربي أيضا إن شاء الله. هذا توافق يكون بأن أنت تطرح فكرة بأن أنا مستعد بعمل مشترك من ضمن الاختيار. شلون نستشرق القادم بالنسبة للدراما العراقية، بما أنه إحنا قلنا عندنا أعمال، وخاصة كان خلال هذا رمضان بأعمال مهمة من ممثلين، وأيضا كان عندك عتب بسيط على كتاب نص، لكن المشهد الحالي مفرح. أي مفرح جدا حقيقة. يعني أنا تابعت بعض أيضا، يعني أكو وطن وأكو بعض المسلسلات الأخرى. العراق في إمكانيات كثيرة وخطيرة جدا ممكن استغلالها، الأساتذة الأكاديميين، الممثلين الشباب. يعني أتمنى أن يعني الموسم القادم إن شاء الله يكون أفضل إن شاء الله. إذن الناقد والروائي الأستاذ صالح الجمل، شكرا لك لانضمامك في برنامجنا العربي بيت للكل، نورتنا، وإن شاء الله دوام التوفيق. شكرا، تحياتي لكل أخواننا بالعرب في الدول، في مصر وفلسطين والأردن، وإلى جمهوري الكريم الجمهور العراقي العزيز. إن شاء الله نورتكم. هذه عودة لكم زملائي داخل الاستوديو في برنامجنا العربي بيت للكل، لكم الصوت والصورة، وكل عام وأنتم بخير. شكرا يا أحمد، يعني مستفيدينك معنا في بيت للكل، وأكيد مستمتعين بما تقدمه من العراق الحبيبة، ومكملين أيضا حلقتنا لليوم وموضوع حلقتنا لليوم معاكم، وإحنا نتحدث عن الأعمال الرمضانية، بنحكي عن الاختيار اللي يمكن رح نخص فيه اليوم حلقتنا، ونجوم تألقوا. دائما النجوم والوجوه اللي بتطلع في كل عمل رمضاني بتكون تحت النظر وتحت الضوء، خصوصا بتكون جديدة. صحيح، اكيد، لانه دائما كمان كان رمضان هو سباق، يعني كان الكثير من الاعمال الفنيه المكثفه اللي سمحت انه في مشاركات شبابيه تكون من خلالها، وكمان ظهرت بطريقه جميله ولائقه لمصر ولصناعه الدراما في مصر. وكمان احنا رح نتحدث عن الاختيار، لربما لانه ما بجسد الحاله المصريه فقط، هو بجسد حاله الوطن العربي. احنا هاي ثاني حلقه بنتكلم عن العمل لاهميته ولتاثيره ايضا في الوطن العربي. عارفين حنروح لقصة اثنين
بيقدموها طبعا يعني اثنين من شباب النجوم نور محمود وسمر مرسي، والحقيقة بيقدموا قصة واقعية أو قصص واقعية حصلت، قصة عائلة قبطية، وطبعا هي في النهاية عائلة قبطية ولكن هي عائلة مصرية لأنه ما فيش فرق أبدا، ولكن هي فكرة أنه ما يبقاش حاسس بالأمن والأمان في ظل حكم الإخوان، وده حصل، وأنه كتير منهم فكروا أن هم يسيبوا البلد ويهاجروا، لكن هنشوف في الحلقات أنه هم بيقرروا أن هم لا، هي كمان بلدهم وده الوطن بتاعهم ولازم يقعدوا ويكملوا. ده اللي هيخلينا النهاردة نلتقي باثنين من النجوم اللي قدموا الحقيقة قصة حقيقية، وقصة الحقيقة فيها كمان وطنية حلوة جدا. هنروح للنجوم سمر مرسي ونور محمود. موريس، ايه يا حبيبتي؟ قدامك لسه كتير؟ لا خلاص، هم 10 دقايق ونخلص على طول. ايه ده؟ مالك في ايه؟ مش عارفة ليه بطني شد عليا النهاردة. حاسة بإيه يعني؟ قوليلي. ما تقلقش، مفيش حاجة تقلق، شكلي عملت مجهود زيادة بس مش أكتر. البيش هتتحيروا عليا شوية. البيه؟ هو عايز يبقى ابن 7 ولا ايه؟ لا قولي له استنى شوية، خلاص اجراءات السفر قربت تخلص. بصراحة أنا حاسة عايزة أولد هنا في مصر. يعني تابعنا مع بعض مشهد من مسلسل الاختيار الجزء الثالث، وبدي أبارك لكم بالبداية بهذا النجاح، بهذا الدور أبدعتوا، رائعين فعلا. شكرا. ويعني ألف مبروك. أنا بالبداية تسمحي لي أبلش مع يعني نور. الفنان نور أبدعت، وبدي أحكي بالبداية بأنه هاي المشاركة كانت مختلفة لك مسلسل الاختيار. بحب أعرف كيف بدأت القصة، ترشيحك وتحضيرك للدور أيضا. هو طبعا شرف ليا ولأي ممثل إنه يكون موجود في مسلسل زي الاختيار. الموضوع بدأ خالص من مكالمة من دكتور بيتر، دكتور بيتر ميمي، وإن إحنا ان انا اختارني ان انا اكون موجود في مسلسل الاختيار. ما كنتش عارف ايه الدور بالظبط، ان انا اروح اقعد ميتنج معاه في المكتب ونقعد نتكلم شويه. فانا كان كل اللي جاي في دماغي ان انا كنت اشتركت في الاختيار الجزء الاولاني، فكنت عامل قائد محمد درويش الله يرحمه، فانا في الاختيار، فانا قلت يمكن فيزيكال او شكلا فانا هبقى ضابط من الضباط اللي موجودين. فقال لي لا لا لا، الموضوع مختلف خالص، انت وسمر كانت جت خلاص يعني قعدت معانا، انتوا بتمثلوا الاسر القبطيه المسيحيه اللي كانت موجوده في مصر في الوقت ده، معاناتهم ايه بالخط الدرامي اللي كان موجود، وبدانا نتكلم في التفاصيل. انا فرحت جدا 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 طبعا ان انا اولا ان انا مشارك في الاختيار، وفرحت اكتر كمان ان الموضوع فيه دراميا بشكل معين، ان انا هبين ناس مصريين قد ايه كانوا في معاناه في الوقت ده، زي كل المصريين اللي كانوا موجودين في الوقت ده من خلال الخط الدرامي اللي كان مكتوب. فطبعا يعني شرف كبير جدا ليا يعني. فعلا اكيد. ليش احنا يعني ضد الاقصاء؟ لانه يسمح او بعطي مجال لبعض الاشخاص انها تحكم على عدم هويه اشخاص اخرين، فانت كانسان مختلف بضلك حاسس انك بدك ضلك تدافع عن هويتك 24 ساعه عشان تثبت انك انت مصري. فهذا يعني قديش هذا كان الدور كتير مهم سمر، خاصة انك انت بتشاركي يعني شاركتي كتير في اعمال رمضانية وتركتي بصمة وحبيناك كل مرة عن مرة اكتر. وفي الاختيار اكيد كان تحدي مختلف. الاختيار انا بعتبره اهم دور انا عملته من اول ما ابتديت، وفخورة لانه شرف كبير قوي زي ما نور قال اي ممثل انه هو يشتغل فيه، وانا بعتبر الجزء الثالث من اهم الثلاث اجزاء لانه بيوثق مرحلة حرجة وكواليسها اللي معظم الشعب ومعظمنا ما كناش نعرفها. التحدي إن أنا كنت أوصل إيريني بطريقة سلسة مصرية أولاً وأخيراً بغض النظر عن العقيدة، تأثر في المسيحي والمسلم في نفس الوقت. أنا يمكن عرفت بدري عن دوري شوية، وكان عندي وقت إن أنا أحضر له وأقابل ناس مختلفة، اعرف تفاصيل مختلفه. انا ببقى محسوكه شويه في شغلي، فبحب التفاصيل قوي قوي. وبعد كده عرفت ان نور هيبقى هو موريس، ورحنا قعدنا مع دكتور بيتر وابتدينا نعرف التفاصيل اكتر. تحدي انا حبيت الشخصيه قوي. انا اوريدي فان للمسلسل وبتفرج عليه كل سنه، والشخصيه دي غاليه قوي قوي على قلبي،
كنت حباها يعني. كنت بدخل اللوكيشن ده كنت بجري يوم التصوير، انا رايحه تصوير الاختيار كنت بجري على اللوكيشن، كنت حابه اللوكيشن وحابه الناس. واحب اوجه شكر لدكتور بيتر وسينرجي ان هم حقيقي سهلوا لنا كل حاجه ممكنه. اللوكيشنز كنا بنصور في اماكن حقيقيه مش في استوديوز وفي مناطق فيها سكان وزحمه. تحدي. فهو كان إشي جميل. جميل. كان جميل. واضح. كان واضح. كان واضح جدا عليكم. بس أنا عايزة أروح بقى، أولا أنتوا مش بتمثلوا فقط لأنه إحنا كمصريين ما بنقسمش الدنيا، وده أجمل مثال. ده حقيقي. يعني يمكن وجود انه عائله مسيحيه او قبطيه، لكن انتوا مصريين. هي عائله مصريه يعني، اولا شاب وشابه مصريين بيتجوزوا زي اي شباب مصريين. فانا هاخد السؤال من هنا وهسال كمان سمر. يعني اولا انت دوختيه لانه هو هنا الزوج اللي هو طول الوقت عايز يرضي مراته ومش عارف، وعايز يطمن عليها ومش عارف يعمل ايه. لكن كمان في الحوار اللي شفناه والمشهد ده بينتي الست المصريه اللي ما تفرطش ابدا لا في حق ابنها ولا في حق بلدها. الاثنين زي بعض يعني تماما يعني. وانا اشكرك قوي على الملاحظه دي، لان إيريني كانت مهمه قوي بالنسبه لي انها تبان مصريه، عقيدتها ان هي ست مصريه. لان كلنا عشنا الفتره دي وكلنا مرينا بتجارب مختلفه اثرت فينا، كلنا مرينا باليأس وبالخوف والقلق. وإيريني من اولها هي خايفه من اضطهاد، وبعد كده يأسة ان مفيش حد بيتدخل ينقذ البلد فعايزه تهرب طبعا. وبعدين لما ابتدى وزير الدفاع وقتها يظهر للناس ويتكلم حسيت بامان، فقررت انها عايزه تقعد وتولد في البلد، ولدت. حصل اللي حصل يعني. لا كمان دور الاب الخائف المتردد اللي يعني شعر انه لا هو ما كانش خايف متردد، هو ده بس يعني شخصيه نوريس انه كان ممكن رد او ما ردش على كلام مرته، هل دفع الثمن او لا. وحتى لما كان ده يخطو الخطوه الجريئه كان في كتير لا هو حصل قلبه ليهم. هي كانت يأسه في الاول بالظبط، وهو كان عنده امل ان في تغير. خلينا نقول لانه شخصيه نور شخصيتك كانت بالعكس، كنت ايجابي وبتحاول عايز تبعد عن السياسه، خلينا نعيش، وبرده ده المصريين ايه يعني، خلينا نعيش ونعدي يعني. وبالذات برضو يعني أهلنا من الأقباط كان عندهم تخوف لأحداث كتير طبعاً كانت موجودة وكانوا بيترصدوهم يعني. فأنت برضو نقلت ده كويس جداً على الشاشة. من منطلق اللي حضرتك قلتيه دلوقتي اللي هو على الست المصرية أو على المصري عموماً سواء راجل أو ست، هي الفكرة في موريس وإيريني كمان يعني، هما الاثنين حابين البلد جداً جداً. بس كان في الجزء الأولين جزء التخوف الكبير جدا اللي كان عند إيريني، طب احنا ممكن يحصل فينا ايه زينا زي اي مصري غض النظر عقيدته ايه او ديانته ايه. لا يلا نسيب البلد ونمشي. ان انا ليه كان في الحقيقه انا ليه اصدقاء كتير جدا سواء مسلمين او مسيحيين كانوا عايزين يسيبوا البلد بالزبط. وفي ناس اوريدي سابوا البلد ومشي. هو ده كان التخوف اللي هو كان موجود في موريس وإيريني. لكن موريس كان شويه بيفكر بشكل اكبر ان هو ايه، لا انا هقعد في البلد دي وان شاء الله بشكل ايجابي ان شاء الله كل حاجه تتحل. ان شاء الله هتتظبط على امل لغايه ما بيحصل. كانت جملك فعلا بالظبط، لغايه ما بيحصل الحادثه بتاعه موت الطفل اللي هم مستنيينه. ايوه فبيبدا يلوم نفسه. هي يعني الفكره مش مساله خوف ولا تردد، هو بدا يلوم هو نفسه احساس بالذنب وحاسس ان هي يمكن كان عندها حق ان هم لو كانوا هربوا كان بس هي كانت كده انه انا هاخد حقي بدراعي. لما قالت ده هي هتقوي موريس في اللي جاي جدا وهي هتاخد حقها بدراعها. فده شفنا هي قوته جدا الصراحه. وطيب خليني اخدكم كده وناخد كل مشاهدينا ونقول بانه ده كان حال المصريين، كان مسيحي او قبطي مسلم ايا كان، دول كانوا الشعب المصري كما هو. فاصل قصير ونعود ونستكمل معكم لقاءنا الليل. رجعنا من الفاصل ومكملين معاكم لقائنا وحوارنا اليوم من بيت الكل مع يعني الفنان نور محمود والفنانة سمر مرسي. احنا بنعرف قد ايه كان في تحدي كثير كبير، واعمالكم يمكن كانت شاهدة ايضا بكل دور اديتوه. يعني سمر احنا بنشوف بدايتك في عالم التمثيل، بدت بمسلسل على كف عفريت عام 2012، بعدها مسلسل تحت السيطرة مع نيلي كريم، بعدين عندك المخرج هاني خليفة، ثم سبع بعدها لا بعد الاول على كف ترتيب. عفريت سجن النساء عشان سجن مهم النساء جدا بعدين على تحت السيطرة
تمام. بداية دخولك، بس أنا بدي أرجع شوي لورا، بداية دخولك في عالم التمثيل كيف بدأت وكيف عرفتي إنه هذا المكان أنت المكان الصح اللي موجودة فيه؟ أنا خلص شايفة حالي هون، أنا بدي أكمل هون. هي كانت عندي رغبة جدا إن أنا أمثل ودرست تمثيل. أنا درست تمثيل منهجي أو method acting في نيويورك في ستراسبورغ، بس ما كانش عندي الشجاعة إن أنا أخذ الخطوة دي لاني ما اعرفش اي حد في الوسط الفني، ملياش اصدقاء. وقتها كنت بشتغل كرييتيف دايركتور وقررت اروح اعمل كاستنج كول زي اي حد، وابتدى حاجه صغيره على كف عفريت لغايه ما ابتديت العظيمه كامله ابو ذكري سجن النساء والعظيم تامر محسن تحت السيطره وهذا المساء، نعم، استاذه هاله خليل بالحجم العائلي، استاذ هادي البابوري كوكو شانيل، استاذ حسين المنباوي لمس اكتاف. فاعتقد اني محظوظه جدا ان كبار الاخراج في مصر والوطن العربي يثقوا فيا ويدوني فرص كبيره ان انا اشارك في بطوله اعمال مهمه. صح. وجدتي حالك في المكان. فاعتقد ان مفيش تاكيد. واخيرا مؤخرا دكتور بيتر ميمي الاختيار، وقبلها كنت ضيف الشرف من اجل زيكو طبعا. فيعني الحمد لله. الحمد لله. يعني اكيد يعني الحظ وكمان تعبك على الادوار وتعبك وجهدك والمجهود الكبير اللي انت حطيتيه، وزي المجهود اللي شفناه يعني معك نور، واللي يعني تركت بصمه فيه مميزه سواء في الاختيار الاول او في الاختيار الثالث، يعني وشعرنا باختلاف الشخصيات يعني ولا كأنه شفناك قبل هيك في الاختيار الاول للامانه. فقديش انت تعاملت مع الدور بحساسيته وقديش استعديت له؟ ايش الخطوات خلينا نقول اللي خلتك تعيش هذا الدور بكل هذا الحماس وهي الجديه وهذا الاحساس الوطني العميق؟ زي ما قلنا الفكره كلها ان هي الشخصيه نفسها سواء ريني او موريس او ايا كان، هو شخصيه مصريه حصل فيها معاناه بشكل معين في فتره زمنيه معينه، فكانت المذاكره من كده، المذاكره من ان هو دكتور صيدلي. بدأت المذاكرة ان هو حتى وهو بيتكلم الموضوع، انا طون صوتي في الغالب بيبقى عالي كدكتور وصيدلي، لا الموضوع لازم يختلف شوية، فلازم التيمبو يبقى اقل شوية حتى في انفعاله، او حتى لما بيبدأ يتخانق مع ايريني او يبدأ ما يبقاش بالشكل الطبيعي اللي بيعمله نور مثلا في العادي. فهي مذاكرة طول على الوقت. على فكرة انا هعطل ان نور مهذب جدا في الحقيقة وشخص مهذب قوي، فما تحاولش تدي شخصية باين عليه حتى مهذب من اكتر الناس خلقا حقيقة اللي اشتغلت معايا على فكرة باين عليه في التمثيل. ربنا يخليك. يعني انت كمان وجودك اساسا يعني اللوكيشن بتاع الأجزخانة هو برضو فكرة التواصل مع الشارع. صحيح. فانت يعني طول الوقت بتشوف الناس، بتشوف انطباعاتهم، بتشوف حال البلد، وانت كنت ناقل ده كويس الحقيقة. الحمد لله. وهي الفكره كممثل سواء انا او غيري من الاساتذه اللي كانوا موجودين في المسلسل اللي هم مش بيعملوا شخصيات اللي هي التاريخيه كانت موجوده زي استاذ ياسر جلال او استاذ صبري او استاذ صوي، احنا شخصيا من المواطنين اللي موجودين. فهي الفكره كممثل بقى انا لازم ابدا اذاكر بشكل مختلف عن اللي بيعمل شخصيه اوريدي كانت موجوده. صحيح. فانا ببدا اذاكرها باك هيستوري، ممكن يكون شكله عامل ازاي، ممكن يكون اصلا كان في كليه ايه، واتعرف على ايرين ازاي، واتجوزوا عن قصه حب، فحتى الطريقه ما بينهم وما بين بعض بيتكلموا. وده من حسن حظ ان انا لما اشتغلت مع سمر حصل كيمياء لطيفه ما بيننا احنا الاثنين. وده بقى على مظبوط. طب ردود الفعل في الشارع كانت عامله ازاي بعد اذاعه الحلقات الاولى؟ الحمد لله رب العالمين. الناس كانت بتقول بصوت حابب اقول لك يعني مبسوطة انا انا مبسوطه قوي. الناس الناس بتتعامل معايا على اني ايريني، يعني في المسلمين انت هتهجري ليه؟ ما تخليكي على البلد حلوه. والله ما تخافي، ده يعني الارهاب الاسلام مش الارهاب، وقعدي في البلد. والاقي اشخاص مسيحيين، طب انا ما كنتش اعرف انك مسيحيه، طب مش يعني مش قلت لنا ما فيش. فحقيقي مبسوطه قوي ان الناس مصدقين. وموريس هيعمل ايه؟ هتقعديه ولا حتى يعني هم شايفينها مفتريه شويه انها والله غلبانه، بس هاي يعني هاي هي اللي خلقت التمرد الجميل اللي ساعد البلد وساعدها وساعد زوجها وساعد كل الناس. الحمد لله. الحمد لله يعني ردود الفعل كانت لطيفه جدا بناء على الحمد لله رب العالمين على
الجهد والمذاكره اللي حصلوا من موريس وإيريني وكل الاساتذه اللي كانوا موجودين اللي هم يظهروا للناس كل الناس اللي حصل فعلا في الفتره دي يعني. الحمد لله. خلينا برضو ندي نور يعني حقه، لانه الحقيقه عنده ادوار كمان لطيفه جدا، امل حياتي، وعنده الله. احلام سعيده مع يسرى طبعا، ومتجوز متجوز متجوز اثنين برضو ومي كساب بتدلعه طول الوقت، اكلت كميه اكل حزمه طول الوقت، اسمه حازم وتقول له يا حزمه فتدلع واكل طول رمضان. طول رمضان كنت متدلع اه، بس كل بشات الاكل دي كانت قبل رمضان، لانها كانت ساعات بالنهار، فكان بعد كده ما كانش كنت واصل رمضان خلاص يعني جاهز. كان عندك دور مهم في العروسه يعني، جداً عنده ادوار الحقيقه سايب فيها بصمه الحمد كويس. الحمد لله رب العالمين. وطبعا اتشرفت جدا 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 ان انا كنت في مسلسل من اخراج الاستاذ الكبير استاذ عمرو عرفه، وبطوله النجمه استاذه يسرى، كل النجوم اللي كانوا موجودين. شرف ليا وخطوه بالنسبه لي مهمه جدا جدا مع الاختيار، فالحمد لله رب العالمين. وبرده ردود فعل الناس كانت عليها لطيفه جدا، وعلى فكره عملت حلوه قوي في ملف السري كمان. طيب ملف السري كمان. يعني الحقيقه هي مائده رمضان كانت الحقيقه عظيمه صح. بس يمكن الاختيار لانه حدث وطني صحيح. بيحركنا كلنا من طبعا. من داخلنا، واحنا سعداء ان انتوا انتصرتوا في الاخر يعني وفضلتوا في البلد، وإيريني كانت الست المصرية تقنع طبعا. أي زوج الست المصرية أي زوج ما ينفعش حد يغلب فيه، لا لا، وبالذات في مشهد 30 يونيو و3/7 الحمد لله والثورة الست المصرية كان ليها دور. نشوف مشهد، تعالوا كده نشوف مشهد من الاختيار ونرجع نكمل أوكي. معاكم خد وزحوا مع الناس كلها. كنا هنأجل نروح فين؟ بس هنأجل نروح فين؟ بلد دي بلدنا وما ينفعش نسيبها، ما ينفعش نمشي. اي بلد تانية كنا هنروح عنها باغراب واجانب، وزي ما لينا حق فيها هي كمان ليها حق علينا. وايا كان اللي هيحصل النهارده او بكره برضه ما ينفعش نهرب. مصر بلدنا ومش هنسيبها، مصر بلدنا ومش هنسيبها، مصر بلدنا ومش هنسيبها، مصر بلدنا ومش هنسيبها. مشاهدينا مكملين معكم هذا الحوار الجميل مع أبطال مسلسل الاختيار 3 اللي مثلوا الشعب المصري الأصيل اللي ما بيقبل بالهوان، واللي ما بيقبل إلا في التغيير الإيجابي والصحي لكل شخص من خلال شخصية إيريني وموريس. بس أنا خليني معك شوي سمر، حدينا عن فكرة التمرد، قديش يعني في دائما بركان بوصل للإنسان بحوله من حالة لحالة، قديش كان هذا المشهد يعني نقطة تحول حتى في شخصية إيريني؟ أكيد كلنا في الحياة بنمر بمواقف بتغيرنا وبتقوينا وبتعرفنا إيه الطريق الصح والاختيار الصح والقرار الصح اللي لازم إحنا ناخده. الفقدان الطفل ده هو اللي قواها وخلاها تاخد قرارها، لا أنا قاعدة في بلدي وهاخد حقي ومش هتنازل عن حقي ولا حق حتى الناس اللي لسه ما عندهمش القوة ان هم ياخدوا حق ده. فلما جت الفرصة وقابلت محمد عبد العزيز اللي هو عصام السقا تمرد، قالت له انا بدور عليكم وانا عايزة اشترك في تمرد وعايزة ابقى ليا دور كبير. قديش يعني وجودك بهاي الحالة كمان ساهم في انه يشحنك عاطفيا، تتذكر كل لحظة مرت طبعا. يعني الفكرة كلها ان انت لما بتكوني حتى عايشة موضوع معين قبل كده وبتيجي نفس الموضوع ده بيصادف ان انت بتمثليه كمان، بتسترجعي حاجات كتيرة جدا بتكون جواكي. فهي الفكرة كمان ان احنا كمصريين عموما الفكرة بالنسبة لنا كلمة البلد وكلمة مصر دي لوحدها، حتى لو محدش مثلا حصل او شارك في المظاهرات، هي الكلمة لوحدها مؤثرة جوانا، هي الكلمة الوحدها بتحرك حاجات كتيرة قوي. المفتاح ما بالك بقى ان انت بتمثلي كمان حاجة اللي هو ايه في فترة انت كنت حاسة ان البلد بتروح، البلد هويتها مش موجودة، لا انت كمان مسؤولة كواحدة من او واحد موجود من الشعب ده ان انت تستعيدي الهوية دي. كل ده بيدي جواك انفعالات مختلفة خالص، عشان كده ده بان الحمد لله رب العالمين، والناس اتكلمت عليه في عينين إيريني وموريس وعصام السقا وهو بيشتغل وامير المصر، كل الناس اللي اشتغلت اشتغلت من المنطلق ده. على طول بعيون شافكي طبعا اكيد دايما كانت تحدثنا عن الموضوع هذا. انا عايزه اعرف منك كمان يا نور كواليس العمل، يعني الاختيار برضو ملحمه
لان انتوا بتقدموا ملحمه الشعب المصري كله. صحيح. حديث الاخوان وحكم الاخوان، الدوله المصريه اللي بتحاول تحمي البلد. صحيح. الجيش المصري وكمان الشعب متمثل فيكوا كاسره مثلا كمان كانت موجوده. كواليس كانت عامله ازاي؟ في شوية أسرار بقى. الكواليس نفسها كانت مقسومه اثنين، يعني الكواليس ما بين ان احنا بنقرا السكريبت او في قدامنا مثلا صوره لخطاب من الاخوان مثلا بيحصل واحنا المفروض هنتكلم عليه، فتلاقينا اصلا قاعدين بدانا نتنرفز وبدانا الموضوع لا يعني بنسترجع ايام ربنا لا يعودها تاني اللي هو ايه اللي كان بيحصل فينا، وما بين بقى السكريبت الورق كمان اللي فعلا كان في مشاهد في الاجزخانه انت يعني عايز تقول يعني والمشاهد في البيت اللي هي في قاعدين في البيت وهما بيتفرجوا لما بيبقى فيه لخبطه كانت حاجات بتستفزهم، وكان في اللي الكواليس كانت مقسومه ما بين شعورنا احنا كمصريين فعلا وكواليس حلوه قوي ما بين كل الناس اللي موجوده اللي هي كل همهم مش بس ان نور وسمر ان هم يعملوا مشاهد كويسه. كنت حاسس ان انا بتمثل موريس ولا انت نور وموريس في نفس الوقت؟ هي كانت مقسومه في الاثنين. يعني انا كنور اللي بيمثل موريس، وموريس اللي هو صاحبي واللي انا اعرفه واللي فلان واللي انا شفته اللي هو مقسومه ما بين احنا الاثنين جوانا، احنا الاثنين واحنا بنطلعه او انا بطلعه. والحاله اللي عبرتوا عنها المهمه، يعني هم عبروا عن فئه يعني اصيله في مصر. طبعا هي كانت رساله. طبعا على فكره ده بان في مشاهد كتير مع سمر، وهي فكره ان هي الدكتوره اللي واقفه في الصيدليه، وده بيحصل طبيعي علاقه ما بيقوش عارفين الديانه ايه ولا ايه، ويا دكتوره عايزين كذا، فكان في اللي هو الود بين الشعب ده. صحيح. وده ود حقيقي يعني. صحيح. احنا طول عمرنا ما عندناش فكره ده مسلم وده مسيح، ما فيش الحاجات دي جديده علينا في العشر سنين اللي فاتوا من بعد 2011 ابتدت تظهر، ما كانتش موجوده قبل كده. بطبيعتنا احنا مصريين يعني في الاعياد القبطيه هتلاقينا بنحتفل بيها، الاعياد العيد بتاعنا المسيحيين بيحتفلوا معانا بيه، طول عمرنا ما عندناش الحاجات دي حاجات دخيله جديده. صحيح. علينا في المجتمع. صحيح. واتمنى الوعي بتاعنا يفضل يزيد والناس تبقى اخده بالها ان احنا في الاول وفي الاخر مصريين، وان الدين لله والوطن دراما ان هي برده بتبين قد ايه الناس مترابطه. ديف دايما في رساله من خلال دراما. هي مش بس احنا عم نحكي عن مسلسل ويلا، احنا عم نحكي عن رساله عم بتكون لشباب لاطفال جيل جديد رح يكون رساله ممكن توصل لك عن طريق الدراما 100%، لانه هي بتعاصر كل الاجيال. ده الاختيار بيعمله من الجزء الاول والجزء الثاني والجزء الثالث، هو بيوصل لك بعيد عن الدراما ان انت مبسوط بتمثيل معين او مبسوط بحاجه معينه، لا انت كمان بيوصل لك رساله توعويه مهمه جدا. سواء كواليس اللي حصلت وانت ما تعرفهاش، او انت المفروض تعرف قيمه بلدك دي بشكل قد ايه. لو انت بتحبها ايرات لا حبها 24. صح. كمان لان في ناس كتيره قوي حاربت كتيره قوي وعانت كتير عشان تحافظ عليه. نعم. فدي عشان كده المسلسل ده هيفضل من الحاجات المهمه سواء للي شاركوا فيها او ان هي اتعرضت اوريدي، هيفضل من الحاجات المهمه في تاريخ الدراما موجوده في مصر. باكد لك انه راح يضل من الاشياء المهمه في تاريخ الوطن العربي. انا بدي اشكرك كل الشكر نور، كل الشكر لك سمر. استمتعنا جدا بالحديث معكم، وفعلا الاختيار هو زي ما احنا حكينا بالحلقه السابقه، واليوم نقول انه الاختيار مش ملك لمصر، هو ملك للوطن العربي عشان يورجينا مصر صمام الأمان في الوطن العربي كيف حاربت كل أشكال التطرف لتبقى أم الدنيا. بص يا أسراء، أنا خليتك تيجي هنا النهاردة عشان في حاجة لازم تعرفيها قبل ما تطلب منك، ومش عايزك تقلقي ولا تخافي من حاجة، احنا مرتبين كل حاجة وهنجهزك كويس. أنا مع حضرتك في أي حاجة تطلبها مني، كمان عارفة وواثقة أن حضرتك هتحميني. دنيا المصري وجه جميل من الوجوه اللي مثلت في الاختيار، ودورك. مساء الخير يا دنيا. مساء النور. منورانا. ده نوري. أنت هنا حرة دلوقتي. ومش متراقبة. محدش بيدور عليك. محدش بيدور عليك. وبقيتي في أمان مع الدولة المصرية. أكيد. دنيا الدور مش سهل. طبعا. لأن أنت كمان بتلعبيه بمرحلتين يعني. مرحله وانت مع جماعه الاخوان. صح. ومضحوك عليكي، ومرحله لما لقيتي بلدك بتامنك. طبعا مبدئيا عايزه اشكر دكتور بيتر ميمي، وعايزه اقول اني شرف لاي حد انه يبقى في الاختيار، لان انا اصلا من الجزء الاول وانا هتجنن
فالحمد لله اني في النهاية اخدت حاجة انا استحقها يعني. ف من اهم الادوار اللي عملتها في حياتي اسراء، وبحبها جدا جدا جدا. اسراء لسه لحد دلوقتي مش عارفة اخرج منها قوي، بس كنت كل حاجة بعملها في المسلسل ده بجد من قلبي، يعني الدور ده انا اشتغلته من قلبي قوي. فالحمد لله انه وصل للناس بالشكل ده. يعني دنيا بدي انوه على شغلة مهمة كتير، بانه دور اسراء في المسلسل هي قصة حقيقية، وهو شخصية موجودة على ارض الواقع. سؤالي هون، انت قابلتي هاي الشخصية قبل ما تمثلي هذا الدور، وكيف تعاملتي معها؟ اذا يعني كان جوابك لا، انا بدي اشوف بالاول. لا للاسف ما قابلتهاش، بس اتحكى لي شويه تفاصيل عشان اقدر امشي على نفس اللاين ده. عايزه اقول لك ان هي صعبت عليا جدا. فانا حسيت بيها قوي، يعني انا حسيت بالشخصيه دي قوي، الشخصيه المظلومه جهله. يعني هي مش عارفه هي بتعمل ايه. هي سابت ابوها اللي عمال يعذب فيها ويضرب فيها، وراحت لشخص عشان تتحامى فيه. الشخص ده اصلا ما عندوش مستقبل، الشخص ده اصلا ممكن يموت دلوقتي، فهي هتعمل ايه بعد كده؟ ولا هتعرف ترجع ولا هتعرف تروح في حته. وهي على فكره هي مش راضيه، يعني هي حتى بتقابله في مشهد كده بتقول له ابنك مات وانا عايزاك تاخدني من هنا، وانت قلت لي يلا نسافر وضحكت عليا وجيت سبتني هنا ومشيت. فهي مصدومه من كل اللي حواليها، فهي متلخبطه طول الوقت مش عارفه تعمل ايه، هي غلط ولا هي صح ولا هي فين. زي اللي بهرب من بركان فبيلاقي النار كمان في وجهه، ويعني اغلب الوجع واغلب يعني الضحايا كان لهذا التطرف، كان ايضا من اشخاص عاشوا يعني تجارب كثير صعبه. بس هون قديش انت شعرتي بصعوبه يعني المشهد او المشاهد وصعوبه الدور، وكيف حضرتي له؟ كيف تم اختيارك وترشيحك ايضا؟ حكينا عن هاي التفاصيل. بصي، هو دكتور بيتر هو اللي كلمني، وهو ممكن يكون عارف دنيا كممثله تمام موجوده في الساحه وشغاله والدنيا كويس، بس هو يعني فاجئني برد فعل غريب قوي مع اول يومين تصوير. قال لي انا ما كنتش مصدق ان انت يعني انا عارف انك كويسه بس مش عارف انك كويسه قوي كده. فهو كمان حسها قوي. هي البنت بتعمل كل ده غصب عنها، صراع. هي اتحطت في حته مش بمزاجها خالص، فخلاص هتكمل. ما كان في اختيار، ما فيش اختيار. عارفه كمان الحلو في المسلسل ده يا دنيا ان انت جسدتي شخصيه وبينتي للمشاهد ازاي كان بيتم التعامل ايضا مع يعني ستات مصريات، ناس بسيطه جدا، ازاي بيستغلوا ضعفهم واحيانا الفقر واحيانا صح ضغط الاب واحيانا المشاكل الاسريه. صح. فده برضو بيبين قد ايه انه يعني الاوضاع ده طريق ملوش رجعه. بالظبط. لكن في النهايه برضو انت كنت محطوطه، يعني لما لقيتي يعني امل بالظبط وانك ممكن فيه. ايوه صح. تنقلي بقى تبقي انت شاهده وتقدري بقى تتعاملي مع دولتك، جريتي على طول يعني بطله. بالظبط، اطلع يعني من كل يعني ده في التحول النهايه ده. بالظبط، تطلع بطله اسراء، طلعت بطله في النهايه. يعني انا اسراء الحقيقيه دي شابوه، يعني بجد ان هي تقدر تطلع من هنا تخش لدول وتطلع من دول تبقى مرتاحه هنا ومبسوطه هنا، وان هي بتساعد البلد وان هي بتكمل. بس هي فكره ان هي تروح للناس دي برجليها تاني. ردود الفعل بقى في الشارع، يعني لان انت برضو عملتي الشخصيتين، في الاول كنت مع الارهاب ومع الاخوان، وبعدين بيحصل لك التحول. يعني قبل ما يحصل التحول الناس كان ردود الفعل تجاهك ايه؟ هي ما لحقتش قوي تبقى معاهم، لان هي بدات في ان ابنها مات، وطول الوقت هي عايزه جوزها يجي لها علشان تسافر ويعمل اللي هو قال عليه. ردود الافعال بقى انا بجد مخضوضه جدا. انا بشتغل من زمان قوي وعملت حاجات كتير قوي، بس الاختيار بالنسبه لي هو اول الطريق. يعني كل اللي فات ده كان بالنسبه لي امتحانات. سنين عدت من عمري بس ادتني قوه وخلتني في النهايه استوي لدرجه ان انا اعمل يعني ابقى بعمل دور الناس في الشارع تقول لي بجد برافو عليكي، يعني لمستينا قوي. فانا بالنسبه لي الاختيار ما طلعنيش سلمه واحده، طلعني دور كامل. ايوه كمان لان العمل وطني وجميل
ويعني وفي كتير تفاصيل يعني عاشها الفرد المصري وانت مثلتيها بكل هذا الصدق. خلينا نشوف مقاطع من هذا الصراع الداخلي اللي عاشته البطلة بالخوف وبإحساسها انه هي بطلة واحساسها انها هي محمية واحساسها انه لازم تساعد بلدها وبرضه احساسها انها بترجع للموت بإجريها. يلا نشوف. بعد ما الضابط حقق معي جه عسكري وخدني من المكتب وخرج بيا زي ما دخلت بالظبط. بس وانا خارجه شفت ثلاث مدرعات زي اللي بنشوفهم في الكمائن كانوا واقفين ورا البوابه من جوه. فاكره اسم الضابط؟ تقريبا كده خالد. يعني يا اخت اسراء انت اثبتت نيتك السليمه في رغبتك في الجهاد معانا. المراه المسلمه مأمورة بالجهاد ومش كل الجهاد لازم يكون سلاح وقتل ودماء. لا، في أدوار كتير ممكن تقومي بيها. عشان كده أنا اخترتك لنقل بعض الحاجات المهمة، لأن الجيش برغم طغيانهم إلا أنهم بيخشوا تفتيش النساء وتوقيفهم، لذلك هيكون انتقالك ونقلك أيسر وأسهل. وأنا تحت أمرك يا شيخنا، أنا وهبت نفسي للجهاد واللي حضرتك هتأمرني بيه كله أنا هنفذه. يعني أنا مرعوبة وأنا بتفرج على المشهد دلوقتي. كلنا يمكن عشنا الحالة اللي أنت عشتيها، حالة الخوف والاستغلال والظلم ومحاولتك لأنك عم تنسبي نفسك لأي جماعة حتى تشعري بأنه أنت بأمان. كيف حضرتي هذا المشهد والالتهابات الانفعالي اللي كان موجود عندك بأدائه؟ المشهد ده انا كنت خايفه لاني كان اول مشهد بيني وبين الممثل اللي قدامي. انا نازله من الاوضه علشان ادخل المكان ده اصور، فشفتهم واقفين كده كلهم شكلهم بجد يعني صعب جدا في الحقيقه، شكلهم صعب. فكان بالنسبه لي خدت منهم شويه ان انا اسراء دي اكيد لما جت هنا في المكان ده الحقيقي حصل لها نفس اللي حصل لي، فخدت من المواقف الحقيقيه اللي قدامي فطلعت بالشكل ده. هي طول الوقت لازم تبقى قدامهم بشكل ومع الضابط بشكل تاني، يعني مع الضابط مرتاحة وهي بتتكلم معايا وما صدقت لقيته عشان هو اللي دايما بيطمنها وهو دايما بيبقى في ظهرها. فلما بتروح هناك بتحاول، هي مرعوبة بس ده باين من جوه مش من بره، فده كان صعب جدا بصراحة. جدا كثير صعب. صعب. قديش هذا الموضوع صحيح، بس قديش يعني لازم ندخل على موضوع الحالة النفسية، لأنه شخصية مثل إسراء اللي هي الشخص المسحوق اللي فجأة لقى إنه هو شخص مهم جدا ومهم لأطراف فيها يعني نقيض عالي بين الطرف اللي بحسك بالأمان جدا، الراحة والإحساس إنه إلك سند وظهر وإنه يعني انت غاليه جدا، وانا الشخص اللي عم بوديك لفكره انه لا انت لازم تموتي، انت مجرد اداه. انا حسيت من اسراء هنا ان هي ما كان يعني هي كانت الاول ضعيفه وغلبانه وعايزه تعيش، يعني عايزه راجل يبقى كويس ويعيشها كويس وخلاص. بس انا حسيت ان اسراء الحقيقيه ما بقاش يعني في اللحظه دي اللي حصل فيها ان هي تبقى مع ده علشان خاطر هي تعرف تجيب لهم معلومات وتعرف تبقى في ظهرهم، يعني انا حسيت ان هي ما بقاش فارق لها حتى تموت. يعني هي جبانه اصلا، بس انا حسيت فجاه ان هي قوه. حتى لو ماتت هي يعني خلاص عملت حاجه كويسه، مش شخص وحش، شخص كويس. انت عارفه انا وقفت عند جمله الحوار اللي سمعناها وهو بيقول لها، وده ايضا يعني براعه الحوار في الاختيار، كتابه يعني الحوار في الاختيار، لما بيقول لها الجمله عن الجيش المصري. عن الجيش بالظبط. لما بيقول لها رغم طغيانهم يعني قوه الجيش المصري، وطبعا هم استخدم طغيان يعني عشان طبعا الغضب اللي جواهم، لكن هم ما بيحاولوش، ما يقدروش يعني على قد كده ما يقدروش بيحترموا الست، فما ينفعش يفتشوها والفتيات، ومش مش بيفتشوهم بالزبط. ولكن الجيش المصري مش غافل، بدليل ان هو كشف اسراء من بدري، بس تعامل معاها ازاي ده اللي بينه الاختيار. بالظبط. عايزه اقول لك ان المشهد ده كمان وهو بينزلني من العربيه كان ملبسني حاجه كده على وشي، انا اتخنقت بجد لدرجه اني عيطت.
يعني هي البنت داخله قوي جوه روحي. فالمنظر ده ساعات بتعرفي تفصلي بين الحقيقه والتمثيل؟ ما بعرفش. ده حقيقي في المسلسل ده بالذات. مش عارفه انت اسراء ولا دنيا مشهد. لا انا مش دنيا خالص. تماما ولا مشهد بعمله في المسلسل ده انا، لاني لو انا هخرج بره الحكايه. فحتى صوتي يعني تون صوتي مش انا، مش دنيا دي اللي بتتكلم، لاني لو حسيت لحظه ان انا اللي بتكلم انا هخرج بره. ففضلتي اسراء اللي فضلت هي اسراء. يعني ايه اللي حصل أنا لها؟ انا طول طول اليوم بعيط في المسلسل ده، كنت بروح عيني قد كده من كتر ما هي انا لمساها قوي. انت رجعتي دنيا خلاص بقى يعني؟ رجعت بعد ما روحت بيتي ورمضان جه وعملنا فطار والدنيا بقى يعني رجعت حياه طبيعيه، لان انا عندي بنوته فانا لازم افصل تماما ده عندها. بس اسراء عشان انا حبيتها قوي فضلت معايا حبه، انا بحبها. هذا يمكن اكبر دليل على الشغف اللي موجود عندك. بانه الممثل لما بده يمسك الدور ويتقنه صح ويشعر فيه ويعيشه اثر على حياتك بشكل طبيعي. انا اكتشفت في الاختيار، اكتشفت ان انا طول الوقت فرفوشه، يعني بحب اضحك وهزر لما ادخل اللوكيشن واضحك مع الناس. بحب قوي اخد طاقه حلوه من اللي حواليا عشان اعرف اشتغل بيها، دي طريقتي يعني. الاختيار انا كنت ببقى داخله اللوكيشن بجد ما ببصش للناس، كنت ببقى متضايقه من نفسي قوي ومن ريحتي العبايه والشكل والغلب اللي هي فيه صح. فكان مخليني مش قادره اضحك ولا قادره اتبسط، يعني انا كنت مستمتعه. الله. يعني بس ما انك ذكرتي قديش انت اندمجتي في شخصيه الاسراء في الاختيار، وقديش تركت بصمه في حياتك وكانت نقله نوعيه، قديش رح نشوف في اختيارات قادمه لادوارك اللي ان شاء الله تكون كلها محبه وخير وتنعكس بالفعل بعد هذا النجاح الجميل؟ اكيد خطوه زي الخطوه اللي انا اخذتها او حظي حلو يعني، اكيد اللي جاي هيبقى احلى، بس اللي جاي اصعب بالنسبه لي. يعني اللي جاي مش هعمله وخلاص، لازم ابقى خطواتي تبقى ثابته شويه واركز، لان التركيز مهم، لاني لما ركزت في اسراء وصلت للناس، فالتركيز مهم جدا. اخيرا لما خلصتي الشخصيه ورجعتي، حسيتي قد ايه انه في ستات في مصر بجد عندهم راجل نوبل و100 راجل؟ طبعا طبعا طبعا، ثلاث ارباع ستات مصر ب100 راجل يعني، دي حقيقه طبعا. دنيا كمان في شغله يمكن انتوا عم تحكوا انا بدي اسالك عنها وعندي فضول، ما خفتي من اختيار الدور هذا بمسلسل الاختيار بانك عم تعرفي حالك لسه على الجمهور وبأول يعني خلينا نحكي دور مهم جدا عم تعرفي نفسك على الجمهور بانك انت متطرفه او حاسبه نفسك على التيارات متطرفه، ردت فعل الناس ما شعرتي انه ممكن تكون صح؟ بس هي لها 15 سنه بتمثل لا وقدمت كثير ادوار جميله. انا دايما اقول اني من ساعه ما عملت الاختيار انا دايما اقول اني بدايتي هي الاختيار. كل اللي فات كان بالنسبه لي امتحانات، وانت كلامك أخذتها من جملتها بانه هي اعتبرت الاختيار فعليا الاول. فانا الاختيار بالنسبه لي هو بدايه حياتي. فانا بالعكس انا ردود الافعال بتاعت الناس في الشارع، يعني مثلا كذا حد يقول لي مثلا ايه انت قاعده هنا، احنا هنكلم السقه عشان نقول له ان اسراء هنا. فحسيت ان والناس فاكره اسراء، فده دي شخصيه طالما بتتنادى بيها في الشارع فده معناه ان هي علقت مع الناس قوي، فهي فرقت معايا 180 درجه يعني. صح بصراحه. صح. ايه اصعب عليا؟ اصعب مشهد بقى بالنسبه لك يعني، او اصعب جمله كانت صعبه عليك؟ اصعب مشهد هو المشهد اللي بيني وبين جوزي لما بدخله واقول له ابنك مات. انت ازاي بارد كده؟ المشهد ده وجعني قوي، انا ام فحست بده قوي طبعا. ف والله انا عيطت بجد، والله مش دموع عشان الناس تقعد تقول لي انت بتعيطي ازاي كده، انا ما بعرفش اكون بلعب شخصيه واستخدم اي وسائل تانية يعني اللي هو احط قطره، او انا لو عملت كده هبقى فيك. فانا لا، انا كدنيا يعني كل اللي انا بعمله في حياتي بيبقى حقيقي قوي، لازم المسها. المشهد ده كان صعب قوي بالنسبه لي بصراحه، كان صعب بس كان ممتع. خلونا نشوف هذا المشهد الصعب اللي قدمته دنيا وبعدين نكمل. مش عارفه انت ازاي بريت كده يا اخي، بقول لك ابنك مات. سبقنا عشان يبني لنا بيت في الجنه يا اسراء، والحمد لله. الحمد لله يا اسامه، بس انا بقى تعبت من العيشه اللي انا عايشاها دي. هنسافر امتى؟ عيشه اللي انت زهقت منها يا اسراء، استغفر ربنا، انت زوجة مجاهد وقريب قوي ربنا ينصرنا على الطواغيت. انا عايزه ربنا ياخدني وارتاح من العيشه اللي انا عايشاها دي،
احنا ما اتفقناش على كل ده، انا عايشه لوحدي وانت مش معايا. طب اهدي يا اسراء، اهدي وشويه كده واخدك تعيشي معايا، وقريب قوي واخدك ونسافر. انا كان ممكن اموت على فكره في المستشفى زي ابنك، وانت ولا انت هنا ولا حتى كنت هتحس بيا. دنيا اكيد مشهد مؤثر زي كل الاختيار كان جميل ومؤثر لانه حقيقي. حقيقي بحبه قوي. يعني عايزه اعيط دلوقتي. عايزه تعيطي، انت متاثره جدا بالشخصيه. صفنا. يعني ما زلتي حاجه قوي قوي قوي. نبعت نجيب السقه طيب ولا نعمل؟ يا ريت. دنيا احنا بنشكرك شكرا جزيلا، نورتينا ومبروك لكل الوجوه اللي لمعت في الاختيار وقدمت شخصيات حقيقيه من داخل الوطن. بجد بشكرك ونتمنى لك التوفيق. كل عام وانت بخير. كل التوفيق، كل سنه، كل سنه وانتم طيبين. وزملائي الاعزاء يعني بنشكركم، وهنلتقي احنا اكيد قريبا تاني. لازم، ما بنقدر على البعد اكيد. مشاهدينا الكرام، الى هنا تنتهي حلقه بيت للكل. حاولنا في هذه الحلقه ان احنا ننقل لكم صوره من الممثلين والممثلات اللي قدموا الحقيقه، الادوار قدموها بحب، قدموها لان هم اولاد البلد دي، حاولوا يعملوا حاجه حقيقيه ما بين حقيقتهم وما بين الدور اللي مثلوه في الاختيار. هيبقى الاختيار به تفاصيل كثيرة هنتكلم عليها دايما وطول الوقت. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا، أشكركم ونلقاكم بإذن الله بخير وسلام.